بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أسعد الله أيامكم مشاهدين الكرام بحلول شهر رمضان المبارك. نسأل الله أن يتقبل فيه صيامكم وقيامكم، ويبلغنا ليلة القدر على أحسن حال من العبادة والورع. وكما وعدناكم سابقا، فإن حضورنا معكم في هذا الشهر الفضيل سيكون مكثفا أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء على الهواء مباشرة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القدس الشريف، لنجيب على أسئلتكم وابتلاءاتكم اليومية المتعلقة بالصوم. في حلقتنا اليوم نسلط الضوء على حكمة فريضة الصوم وأبعادها المعنوية وانعكاساتها الفردية والاجتماعية، كما نشرع ببيان بعض أحكام النية، إضافة إلى الجواب على أسئلتكم مع عضو مكتب الوكيل الشرعي العام للإمام الخامنئي في بيروت فضيلة الشيخ إسماعيل حرير. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. أهلا بكم، وعاد الله عليكم هذا الشهر بالخير واليمن والبركات إن شاء الله. عليكم إن شاء الله. بداية، كما ذكرنا، خلينا نتكلم عن أهمية هذه الفريضة وأبعادها المعنوية وانعكاساتها على الفرد والمجتمع، يعني حكمة الصوم في الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقبل الله أعمالنا جميعا بهذا الشهر المبارك الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على صوم تمام أيامه من اليوم الأول وحتى اليوم الأخير من هذا الشهر، وأن يعيننا أيضا على إتيان ما نقدر عليه وما يوفقنا إليه من عبادات وطاعات بمختلف تشعباتها وتنوعها، لأننا أمام بستان عبادة. هذا البستان غني بالعبادات التي تقرب إلى الله تعالى، وهي كثيرة، بل غني بمطلق الأعمال بشكل عام، حتى لو لم تكن أعمال عبادية لكنها أعمال حسنة مرغوبة عند الله شرعا، فكلها تقرب إلى الله تعالى، خصوصا عندما نلحظ ما ورد في خطبة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. أما بالنسبة إلى موضوع السؤال طبعا حكمة الصوم، أو إذا بدنا نحكي بتعدد الحكمة في الصوم، لأن الصوم له أكثر من جنبة إيجابية يمكن للمرء أن يستفيدها من خلال صوم شهر رمضان تحديدا، مضافا إلى أنه يعين نفسه على الصبر، لأن شهر رمضان هو شهر الصبر كما ورد في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وشهر رمضان هو شهر الصبر، لأن الإنسان الصائم يصبر في هذا الشهر على أن يمنع نفسه من ملذات كثيرة في خلال نهار الصوم، فهو شهر الصبر من هذه الجهة، فلذلك يعود نفسه على الصبر، يكبح جماح هذه الغريزة من خلال هذا الصبر في مختلف ما يمكن، الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، كله يستفيده في هذا الشهر المبارك. ومعروف قديش أهمية الصبر في الإسلام، والحث على الصبر والحد على الصبر وأجر الصابرين وما إلى ذلك، فهناك فائدة له من هذه الجهة، هناك فائدة له، وهي أن يستفيد أجرا وثوابا لا يستفيده الصائم في بقية الشهور. هذه أيضا من حكم صوم شهر رمضان المبارك، الفوائد التي يستفيدها. حتى الصوم نفسه في غيره من الأشهر قد لا يرقى للفوائد المعنوية. صحيح، أولا هو صوم واجب، يعني يسقط الوجوب عن نفسه وعن ذمته، مضافا إلى ما يترتب على هذا الوجوب، على هذا الصوم، من مترتبات كثيرة خصوصا في شهر رمضان. ومن يعمل
على أن يأتي بأي قدر ممكن من الأعمال ومن الأمور التي ذكرت في خصوص هذا الشهر توصلا إلى الأجر والثواب عند الله تعالى، هو الذي يكون قد فاز بفوز الله سبحانه وتعالى. يعني عندما مثلا نرى بأنه التركيز في هذا الشهر على حسن الخلق، من حسن خلقه في هذا الشهر كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، كما في خطبة النبي صلى الله عليه وآله. في رواية أخرى أيضا عنه صلى الله عليه وآله: من حسن خلقه فيه غفر الله تعالى له. يعني في جواز على الصراط ليس أي شخص يجوز هذا الصراط، وغفران الذنب ليس أي شخص أيضا تغفر له الذنوب. هذا بيعني أن حسن الخلق في هذا الشهر مطلوب أكثر من أي وقت مضى، والسبب في ذلك قد يرجع إلى أن الصائم بصير يعني مثل ما بنعبر بتعبيرنا ضيق الخلق، أنه طبيعي في جوع، في عطش، في تعب، في إرهاق، أحيانا يشعر الإنسان بوهن في البدن، بتختلف باختلاف الأشخاص، يشعر بضعف في البدن، ما بيعد له خلق يسمع كلمة، يمكن أحيانا ما بيعد له خلق بحركة. هنا يتبين صبر الصائم ويتبين حسن خلق الصائم، ولذلك كان التأكيد عليه في هذه الأيام بالخصوص. ليه؟ لأنه يمكن أن يكون سريع الغضب نتيجة هذا الجو اللي عايشه، يمكن أن يكون سريع ردة الفعل السلبية، فلا يطلب منه أن يجمح نفسه من خلال حسن الخلق. وهذا بيقتضي أنه يكون الإنسان أصلا هو بده يكون معيش حاله بدورة تدريبية على تحمل، على حسن المعاملة مع الآخرين، على أن يصبر على كل ما يمكن أن يلاقيه من الآخرين، حتى إذا وصل إلى هذا الشهر استعان بتلك الرياضة السابقة والترويض السابق على أن يحسن خلقه في هذا الشهر. تصور أنه إنسان صائم وهو في عبادة مع الله سبحانه وتعالى ويستشيض غضبا وغيظا لأدنى أمر مثلا، تصور أنه في عبادة وقد يصل في بعض الأحيان إلى أن يفقد أعصابه فتخرج منه بعض الكلمات النابية، قد يكون شتم، قد يكون سب، قد يكون ألفاظ والعياذ بالله فحش مثلا، نتيجة أنه ما تحمل وما صبر وما كان بمستوى هذا الخلق الحسن. كيف بده يمكن أن يتلائم هذه العبادة التي تقرب إلى الله تعالى أن يأتي في خلالها مع ما يبعد عن الله سبحانه وتعالى؟ مثلا من الأمور اللي يمتاز بها هذا الشهر أكثر من غيره هو موضوع صلة الأرحام، موضوع تلاوة القرآن، لأنه إذا بدنا نسرد كل ما ورد في كل هذه الأمور ما بنخلص ساعتها، لكن بدي أذكرهم بهذا الشكل: صلة الأرحام، تلاوة القرآن، الصدقة، إكرام اليتيم أو إكرام الأيتام، الدعاء، مضافا إلى ذلك الإكثار من الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم، الإكثار من الاستغفار. طبعا هي كل الأعمال هي مطلوبة في غير شهر رمضان، لكن خصوصية شهر رمضان أن المطلوب منك أن تلتفت إليها أكثر وأن تكثر منها أكثر، حتى تخرج من هذا الشهر وقد استطعت أن تحوز العدد الأكبر أو الكمية الكبرى أو الأجر الكبير من كل هذه الأعمال التي هي زيادة على الأجر. أصل الصوم كواجب، الأجر عليه زيادة على كل هذا الأجر ما يمكن أن تستفيده من كل هذه الأمور، مضافا إلى غفران الذنوب. يضاف إلى كل ذلك مسألة غفران الذنوب، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله في نفس الخطبة شو بيقول: إن الشقي أو فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر. الشياطين مغلولة بالضبط. ليش الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر؟ هذا الشهر ميسرك الأمور، الله فتح لك الأبواب، باب التوبة مفتوح، باب المغفرة مفتوح، بسهل لك الأمور،
فاستغل أنت هذا الشهر لتكون مع الله سبحانه وتعالى، لتستطيع من جهة أن تخرج بغفران الذنوب، ومن جهة أخرى تخرج بكم كبير من الأجر والثواب والحسنات التي يمكن أن يحصلها الإنسان الصائم في كثير من في كل ما ذكرناه من هذه الأمور. جميل مولانا، ذكرت جملة مهمة من الأداب، صلة الرحم، قراءة القرآن، الاستغفار، إكرام اليتيم. أيضا هل هناك أداب تتعلق بخصوص احترام شهر رمضان المبارك؟ يعني مثلا هذا الشهر له حرمة، يعني مثلا مسألة التجاهر في الإفطار وغيرها، ما هي الأداب التي ينبغي أن يتعامل بها المسلمون مع شهر رمضان كشهر رمضان؟ طبيعي أنه هذا شهر رمضان المبارك هو ليس من الأشهر الحرم، هو ليس من الأشهر الحرم المعروفة التي حرم الله فيها القتال، صحيح، ولكن له حرمته من جهة وجوب الصوم فيه، حرمته من هذه الجهة. لذلك اعتبر صوم شهر رمضان، وجوب صوم شهر رمضان اعتبر من ضروريات الدين الإسلامي. وجوب صوم شهر رمضان اعتبر من ضروريات الدين الإسلامي. إذا شعرها يعني أحسن يرجع إلى تكذيب، فهذا له جهتان. أول شيء في عنا جهة الإنكار، ثاني شيء في عنا جهة الاستخفاف. جهة الإنكار والعياذ بالله، إذا فرضنا أن مسلما لا سمح الله أنكر وجوب الصوم في شهر رمضان وكان إنكاره يستلزم تكذيب الرسالة الإسلامية، تكذيب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والعياذ بالله، وكان هو ملتفت إلى هذه الملازمة بين قوله وبين ما يترتب عليها، ومع ذلك أصر على هذا الأمر، فهذا يحكم بخروجه عن دين الإسلام. صحيح، يخرج يحكم بخروجه. هذا إذا كان أنكر ضرورة. هلأ المعروف بين المسلمين أنه ما من لاقي في الأعم يعني الأغلب من المسلمين من ينكر وجوب الصوم، لكن هل ترى مفطرين عمدا؟ نعم، كما أنك ترى من لا يأتي بالصلاة عمدا، هذا الإنكار العملي، كما أنك ترى من لا يأتي بالحج الواجب عليه مع كونه مستطيعا عمدا، بس ما بيقول لك الحج مش واجب، وما بيقول لك الصلاة مش واجب، وما بيقول لك صوم شهر رمضان مش واجب، لكنه شو؟ مستخف. هذا الاستخفاف صحيح أنه في حد ذاته لا يخرج عن الإسلام ويبقى في دائرة من يتشهد الشهادتين ويحكم بأنه مسلم وله حرمة الإسلام وأحكام الإسلام، ولكنه عاص لله سبحانه وتعالى، عاص بكل معنى الكلمة، يعني هو مرتكب لمعصية كبيرة من الكبائر بتركه لهذه الواجب، خصوصا لما جعل الصوم من الأركان الأساسية التي بني عليها الإسلام. فإذا هذا المستخف ليس معذورا، بس نعبر مستخف يعني ليس معذورا في تركه للصوم. صحيح. وبالتالي هو يهتك حرمته من جهة أنه حرمة الشهر من جهة أنه استخف به. ثانيا لو بادر وأعلن استخفافه أو أعلن إفطاره جهارا نهارا، للأسف كما يفعل الكثير من المفطرين عمدا، فهذا يكون قد تسبب بهتك حرمة هذا الشهر الشريف، وجرمه أشد ومعصيته أشد وذنبه أشد. لا، لأنه إذا أنت ابتليت بمعصية استتر بينك وبين الله سبحانه وتعالى، بالعكس اطلب من الله أن يعينك على أن لا تكرر هذه المعصية، وأن يستر عليك، وأن يوفقك للطاعة وللإتيان بهذا الواجب، لا أن تتجاهر. من يكون مفطرا، من يكون مفطرا إفطارا عمديا غير معذور فيه، هلأ نجي لموضوع المعذور، غير معذور فيه، فهذا ويتجاهر به في نهار شهر رمضان، يعني كأنما بيقول إنه شوفوني أنا ما فرقاني معي. صحيح. هذا تجرؤ على حرمة هذا الشهر وتمرد على حرمة المولى عز وجل، وهو عاص بمعصية كبيرة. نعم. وبالتالي يجب عليه أن يرتدع. إذا أمكن للآخرين أن ينهوه عن المنكر يجب نهيه عن المنكر ما أمكن إلى ذلك
سبيلا، لكن كتكليف له أو عليه لا يجوز له أن يتجاهر، ولا يجوز لنا أن نعينه على هذا الأمر بأن نقدم له الطعام، بأن نضحك في وجهه، بأن نسهل عليه الأمر، بأن نشجعه على ذلك، يمكن بكلمة أو بطريقة، لا، على أقل تقدير أن نبين له انزعاجنا من هذا الأمر وعدم رضانا بهذا الأمر. أليس الإنكار القلبي هو أضعف الإيمان؟ فليكن الإنكار القلبي موجودا ولو بأي شكل من الأشكال. موضوع المعذور كيف يفتن إن شاء الله نتابعه معكم مولانا، ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام تابعونا من فضلكم بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في برنامجكم مصباح الشريعة. كنا نتابع مع سماحة الشيخ موضوع الإفطار العمدي والتجاهر به. نكمل هذا الموضوع إن شاء الله مولانا بعد أخذ اتصال من الأخت نعمت. تفضلي أخت نعمت. معكم. تفضلي أنت على الهواء معنا مباشرة. نعم. وحياة عينك، بدي أسأل فضيلة الشيخ. يا هلا. مرة حلقة من الحلقات سمعت إنه 60 ربطة خبز وما بعرف قديش أكل وشرب، وبالنهار بدهم يتبرع فيهم. طيب في الناس ما بيقدروا يجيبوا هالشي هيدا. نعم. كيف شكل هيك بده يكون هيدا شيء إلزامي؟ أنا بقول شيء مش إلزامي. أنا مش عم بتفاوض على فضيلة الشيخ، على راسه وعيني كلامه، بس في ناس مش قادرة وعم تفطر غصبا عنها، ويمكن مش قادرة تجيب الأكل بعم تفطر كرمال مجوع زيادة. شو بنعمل بهالله؟ يظهر أنه في اشتباه لعله. أنا صالح نذكر إن شاء الله وين هذا بيكون، يعني 60 ربطة مولانا، يعني مثلا 60 هذا يمكن بالإفطار العمدي. هلا موضوع الستين ربطة نحن إذا كنا ذاكرينها كمثال بموضوع أنه لو أراد شخص صحيح أن عليه كفارة إفطار عمدي، الإفطار العمدي يعني إنسان قادر على أن يصوم، ما في أي مانع من الصوم، ما عنده أي عذر يمنعه من أن يصوم، لكنه عن عمد وعلم والتفات قام وأفطر في نهار شهر رمضان عاصيا، هذا على كفارة إفطار عمدي اللي هي مقدرة شرعا، مش أنا مقدرة يعني أكيد. هي شرعا مقدرة في الأدلة الشرعية وفي كلمات الفقهاء بإطعام 60 مسكين مثل ما قلنا، أو صوم شهرين متتابعين. هل الأسهل في العادي على الناس في العام في العموم إطعام 60 مسكينا. 60 مسكين إما المكلف هو يتصدى لإطعامهم، بيجي بيعمل إحصاء بيطلع عنده 60 فقير، فبيجيب هو 60 مد من الطعام، المد 3/4 كيلو. قلنا في يجيب 3/4 كيلو طحين، في يجيب 3/4 كيلو قمح لكل مسكين، في يجيب 3/4 كيلو خبز اللي هي ربطة خبز اللي عبارة عن 750 جرام. فإذا هو اختار الخبز بيجيب 60 ربطة خبز وبيعطي لكل فقير ربطة. طيب يمكن يختار الطحين اللي هو أرخص، فبيجيب 60 مد من الطحين ولكل فقير بيعطيه مد من الطعام. هلأ هو مش قادر، إذا فرضنا أنه إفطاره عمدي، لأنه هلأ الحجة عم بتقول أنه في ناس مش قادر تصوم، اللي مش قادر يصوم ومعذور في الإفطار أصلا ما بيكون إفطاره عمدي، ما في مشكلة عليه من هالجهة هيدي، ما بيلزم بدفع هالكمية، لا يلزم بالدفع إلا إذا استمر للمرة في حل يمكن فدية بس إذا كان مريضا. إذا كان مريضا. في حل تاني بموضوع الكفارات العمدية يمكن أشرنا له سابقا أو ذكرناه، أنه يمكن أن يدفع مقدار من المال مع القدرة نعم إلى جهة شرعية تعنى بهذا الأمر، مثل مكتب الوكيل الشرعي، مثل جمعية الإمداد، مثل بعض العلماء، وهن يوكلون بصرف هذه الكفارة في موردها الشرعي. مضافا إلى ذلك، من كان عليه كفارة إفطار عمدي وتعذر عليه أن يأتي بها لا بصوم ولا بإطعام، فورد أنه يتصدق بما يطيق ويستغفر الله تعالى، وإن تعذر عليه حتى هذا الأمر التصدق، حتى التصدق بالميسور، فيكفي أن يستغفر الله تعالى ولو مرة واحدة. ولو مرة. بالتالي المسألة محلولة، ما فيها الأزمة يعني منا. مسألة سهلة. يعني. وعلى كل حال يعني الشرع لم يكلف الإنسان إلا قدر طاقته وقدر صحيح.
قدرته بهذا الأمر. اتصال أيضا من الأخت أم علي. تفضل أم علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدي أسأل فضيلة الشيخ. ايه تفضل. سمحت مولانا إذا واحد بده يدفع كفارات مثلا رد مظالم فيه يشتري أكل لحدا ويبعث له إياهن مثلا إنه الحماة شيء يبعث له إياهن. نعم. والسؤال الثاني انه في بنت عمرها مكلف يعني عمرها 10 سنين هلا 10 سنين ميلادي. نعم. يعني بعد شو بيقولوا شهر بتصيروا 10 سنين ميلادي يعني ميلادي. نعم. فعندها امتحانات فانه امها بدها تفطرها. نعم. فيها مشكله. نعم لو شكرا لاتصالك حجي معلي. شكرا. بداية مولانا إذا علي رد المظالم رد المظالم موضوعه يختلف عن موضوع الفديات والكفارات. الفديات والكفارات في العادة عم نحكي عن فديات الصوم وكفارات الصوم هي عبارة عن إطعام. رد المظالم اللي هو دفع مال مقدار معين من المال لإبراء الذمة لفقراء. هذا لا يشترط أن يكون إطعاما. ممكن نجي نحن نعطي هذا المال لإبراء الذمة من شو يعني مثلا من مال الرب. يمكن أن تكون اشتغلت به ذمته لأشخاص ولم يستطع الوصول إليه. أو كان اشتغلت ذمته بمال لا يعلم من هو المالك. مالكه مجهول. فبيسموه رد مظالم. طيب هذا مصرف الفقراء. طيب. يتصدق به على الفقراء عن صاحبه. هذا ممكن يدفع نفس المال للفقير باعتبار انه هو فقير مستحق لهذا المال، وممكن ولو من خلال جمعية من خلال مؤسسة تعنى بأوضاع الفقراء ان يسلم هذا المال للجمعية بعنوان رد مظالم او مجهول المالك، وهم يضعونه في مورده الشرعي اللي هو الصرف على الفقراء بما يرونه مناسبا بحسب حاجة الفقراء. مولانا سؤال تاني لأم علي قبل ناخذ اتصال أيضا من أم علي بنرجع بنجاوب على الشق التاني من سؤال أم علي الأولى. تفضل أم علي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. وكل عام وأنتم بخير. تنعاد عليكم إن شاء الله. بس بدي أسأل مولانا، أنا معي سكري. نعم. وعم بقوم الصبح باخذ السكري بكون عالي بيطلع 210 وبيطلع يعني وباخذ السكري الصبح وعشيه وعم باخذه هالسحور وهيك، شو حكمي اني اني افطر ما افطر؟ شو حكمي شو الحكم الي انا؟ ان شاء الله ماجوره بالسلام ان شاء الله. اخت معالي مولانا الشيء الثاني سؤال حجي معالي كان انه 10 سنين عمرها البنت وهي عندها امتحانات، هل يجوز لها الفطار؟ هذا بنحكى عاده بالفتاه الصغيره ان هي النحافه المفرطه. خلينا نحكي انه المبدا انه الصائم خصوصا الطلاب ان كان صغير ولا كبير مبدا انه عنده دروس وامتحان هذا لا يلغي وجوب الصوم. صحيح. وانما يفطر في حال انه لم يعد قادرا على ان يصوم. يعني ابتداء المفروض بالطالب أو الطالبة إذا ما عنده أي مانع صحي بحد ذاته المفترض أن تصبح صائمة وأن يصبح صائما، وبيروح على درسه بيعمل امتحان بياخد دروسه بدروس كذا. خلال النهار إذا وصل ما قبل الغروب، إذا وصل خلال النهار إلى فترة لم يعد قادرا فيها على إكمال الصوم بسبب أوجاع شديدة أو ضعف شديد أو حرج ومشقة لا يتحملها، ساعة إذن من له أفطر. وهذه قد تختلف بين يوم ويوم، قد تختلف بين يوم ويوم، قد تختلف بين شخص وشخص. بالتالي نفس وجود امتحانات، نفس وجود دوام مدرسي، نفس وجود دراسة ودروس، هذا بحد ذاته ليس مانعا من الصوم إلا خلال النهار إذا وصل إلى حد لم يعد قادرا على إكمال صومه بضعف شديد، تعب شديد، وجع شديد، مشقة شديدة، ساعتها بيجوز له يفطر. نعم. من اللافت مولانا أحيانا أرى بعض الأطفال يعني يلعبون طوال النهار، هن مكلفين يعني بنات يعني يلعبون طوال النهار ويتعرقون ويتعبون وكذا، لكن يفطرون في يوم الامتحانات يعني مع أنه كانوا صايمين باليوم اللي يكثرون فيه اللعب. المعالي عم تسأل عن السكري، عندها سكري
يعني هذا الموضوع كيف تقدر تتعاطى فيه؟ مرضى السكري وضعهم حساس فعلا، لكن صحيح. المرض الذي يجوز معه الإفطار هو المرض الذي لو صام يجوز معه الإفطار هو المرض الذي لو صام لأدى إلى اشتداد مرضه أو إلى بطء الشفاء في مرضه، بطء البرء في مرضه، أو إلى أوجاع لا يتحملها. هلا في قد يكون مرض السكري هو عبارة عن يعني مراحل هو أو مراتب. يعني أنا بعرف كثير من المؤمنين شفاهم الله وعافاهم عندهم مرض السكري لكن عم يصوموا، فما فينا نقول إنه كل مريض سكري بيفطر. الاعتبار هو إنه هل الصوم يؤدي إلى اشتداد هذا المرض، يؤدي إلى الإضرار به، يؤدي إلى بطء برئه. فإذا وجدت من نفسها الأخت مثلا إنه ما قادرة تصوم وفي خوف الضرر عليها وقدرت تشخص هي يجوز لها أن تفطر، وهذه تختلف حسب حالتها الصحية. إذا هي ما قدرت تشخص خليها ترجع لطبيبها المختص الموثوق اللي يطمئن له، خليه هو يشخص لحالتها كونه أنه بيكون عامل لها فحوصات ومطلع على حالتها، بيقول لها والله أنت مثلا تحتاجي لأكل وشرب بالنهار وما فيك توقفي مثلا، ساعتها بيجوز إذا كان موثوق به، إذا كان موثوق ويطمئن إليه. إن شاء الله بنفصل نحن رح يأتي من شروط وجوب الصوم وصحته هذا موضوع، كيف المريض يستطيع أن يمتلك الضابط اللي يشخص أنه هو قادر على الصيام صح. أو لا إن شاء الله. اتصال أيضا من الأخ علي، تفضل أخ علي. السلام عليكم. عليكم السلام. بنسأل مولانا الشيخ. ايه تفضل يا هلا. أنا صايم وجاي عبالي أنه روح أفطر، سافر 22-23 كيلو برجع مفطر وأنا بنشي صحيا، صحيح هذا ولا ما فيني؟ أهلا نعم. شكرا لاتصالك أخ علي. الصيام هربا السفر مش بس هربا من الصوم، يعني في كمان أنه هو ابتداء يجوز لكل لكل صائم يجوز له السفر اختيارا قبل الزوال، حتى لو كان لغرض الإفطار، حتى لو كان منيته الإفطار. يعني هو قاعد مثلا قبل بليلة، حتى لو ما يكون لديه مرض مثلا ايه؟ أو شيء قاعد قبل بليلة، قبل بليلة قال والله أنا خاطر على بيلي بكرة قبل الظهر روح صيفر وأفطر، بجوز بجوز. استيقظ صباحا بعد ما كانت نيته من الليل، استيقظ صباحا وسافر أفطر وعاد، شرعا بجوز. لكن فتوى الإمام الخميني الأفضل أن لا يسافر إلا لأمر واجب أو أمر حسن، مثل إلى حج، إلى عمرة مثلا، أداء تكليف معين، لأداء تكليف معين، يمكن لقضاء بعض الحاجات الضرورية، فبيكون هذا نعم في يعني الأفضل أن لا يكون إلا لهذا الأمر. لكن مع غض النظر عن الأفضل بجز لي أن يسافر ابتداء نعم. بجوز إذا بيت النية من الليل يسافر ويفطر ما في مشكلة. هلا استغلال السيء احيانا اللي بيعلقوا عليه بعض الناس يمكن لهذا المساله الشرعيه لا يلغي انه حسنت انه هي باب يعني النص القراني باب يعني تيسير. يعني ليش بدي اجي استنكر والنص القراني موجود؟ الله سبحانه وتعالى يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر، والايه اللي بعدها بيقول ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. طب الله سبحانه وتعالى رخص للصائم أن يسافر ويقضي لاحقا، نعم. فليش أني بدي أقول شو هالتشريع؟ الله هو المشرع مش أني المشرع. صحيح. اتصال من الأخ أحمد، تفضل أخ أحمد. تفضل أنت معنا على الهواء. أنا عملت عملية للكلوي، رأي حالي بقدر صوم طبيعي ومرتاح، بس منعني الدكتور عن الصيام. نعم. قال لي أنا بدك تشرب طول النهار، لو فيني إذا ضليت على الصيام الآخر بتحمل العصر. فقلت له قلت له طب ما بتحمل العطش وهني قوي وكل شيء، قال لي لو بعد مده من الزمن تاثر احد الشيوخ عفوا هاي ما خسر الدكتور، عم بقول لاحد الشيوخ انه هذا بقدر بقدر، قال لي لو بعد مده من الزمن تاثرت بسبب الصيام ممكن اقسم. فما الى فتوى معينه يعني اني اقدر صوم. شكرا والله يعافيك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. معنا ايضا الاخ سليم، تفضل اخ سليم. صح يا رويس.
تفضل اخ سليم. في انا بصلي على الكرسي. فبقضي يعني ايام زمان انا على الكرسي، يعني بيقولوا لي ما بيجوز القضاء على الكرسي. وانا ما عادش فينا نصلي على الارض. صح. صحيح ولا مش صحيح؟ ان شاء الله. بالعافيه بالعافيه ان شاء الله. يلا خير. الحاج احمد قالوا له اذا في احتمال بعدين يصير في اثار جانبيه، وان كان هلا الان تستطيع الصوم ظاهر بحسب ما قال له الطبيب، هل هذا مجوز له للافطار؟ يمكن ذكرته قبل شوي اذا بطئ الشفاء. صحيح. يعني اذا هو قادر يشخص حالته انه في ضرر عليه ولو مستقبلي بده يعمل بتشخيصه هو، او اذا ما في ضرر مستقبلي بده يعمل بتشخيصه اذا قادر يشخص. بس عادة مثل هذه الحالات قد يتعذر على المكلف انه يشخص بنفسه. لوين بده يلجأ؟ للطبيب المختص، بيعرف العوارض الموثوق. يعني الطبيب اللي هو مختص اولا، وثانيا مشرف على علاجه، وثالثا هو اللي عمليه عمله العملية، ورابعا انه موثوق يطمئن اليه وهو من اهل الخبرة. فأنا بلجأ لإله ساعتها بهالحالة، لانه تشخيصي مش واضح او ما عندي قدرة على هذا التشخيص. فإذا افترضنا أنه لجأت إلى هذا الطبيب بهذه المواصفات وبهذه الظروف وقال لي أنت بحكم وضعك الصحي لو صمت ستتضرر لاحقا، يعني بدها لا سمح الله تنضرب الكلية، يعني ساعتها لا ما في صوم، ما بيجز لي صوم لأنه في ضرر. الفتوى اللي بيقول الأخ أنه ما إلى فتوى، بلا فتوى أنه أنت معذور بالإفطار. والله سبحانه وتعالى لا يرضى منك أن تصوم وأنت معذور في الإفطار، بل لا يرضى منك أن تصوم وأنت تتضرر بهذا الصوم. الصوم لم يشرع للإضرار بالناس، الصوم شرع للصحة. صوموا تصحوا. وإذا بدي صوم أنا وأتضرر لا، عم خالف الغرض والغاية من هذا الصوم. الأخ سليم الله يعافيه عم يصلي الآن على الكرسي، وعليه قضاء من أيام كان الحمد لله معافا ويمشي، هل يصح قضاؤها وهو في هذه الحالة؟ لا، صحيح هو انه القاعدة الاولية بموضوع الصلاة خصوصا القضاء ان لا يقضى الا ان لا تقضى الصلاة الا بالنحو الصحيح التام الاجزاء والشرائط، يعني من قيام الركوع، من قيام القراءة، من قيام السجود على الارض، الجلوس للتشهد على الارض، كل هذه اللي تسمى بالصلاة الاختيارية. نعم. المبدأ هيك، يعني من كان قادرا على أن يقضي بهذه الطريقة ولو قليلا لا يصح منه أن يقضي بطريقة أخرى فاقدة لبعض أو معذور فيها ببعض الأجزاء الموجودة فيها. نعم، إذا فرضنا أنه هو يعلم من نفسه انه هذا العذر الموجود فيه الان، هذا الوضع الصحي الموجود فيه الان ميؤوس منه ولن يخرج منه ابدا، وما عنده اي امل بان يعود كما كان ليقضي، ممكن له ان يقضي في هذه الحال، لكن بهالشرط هذا: يأس من ارتفاع العذر الذي يجعله يقضي بالشكل الطبيعي. نعم. فيجوز له في هذه الحال ان يقضي عن نفسه. الأخت إيمان أيضا معنا، تفضلي أخت إيمان. أخت إيمان أنت معنا؟ أخت إيمان أنت معنا على الهواء إذا بتحبي تطرح السؤال. طيب، الظاهر انقطع الاتصال مع الأخت إيمان. مولانا، في حال الأخ سليم، في حال إذا كان يعرف أنه سيبرأ مثلا بعد مدة معينة، هل يجب عليه أن ينتظر طبيعي. ينتظر حتى إذا كان ولو احتمالا أن العذر سيرتفع لا يصح منه صوم القضاء. مولانا، موضوع التجاهل اللي كنا عم نتكلم فيه، ذكرت بكلامكم أنه لا يجوز إعانته على هذا التجاهل العمدي الذي يهتك فيه حرمة شهر رمضان. هل هذا بيوصل لمرحلة أنه مثلا لا يجوز بيعه إذا كان مثلا بيعه الطعام أو الشراب وتقديم الطعام والشراب له؟ صحيح، يعني صحيح. حرمة شرعية. ما دام غير معذور بالإفطار لا يجوز لأي كان، يعني إن كان في بيت أو في شارع أو في دكان أو في مطعم، لا يجوز تقديم الطعام للمفطر. لا يجوز تقديم الطعام للمفطر. طبيعي انه هذا اللي جاي
لحتى ياخذ اكل، انا ما بعرف انه معذور ام لا. الاصل هو وجوب الصوم على المكلف، نعم، الا اذا تبين انه معذور فيفطر، بيكون معذور بافطاره، فبالتالي لا يجوز اعانته ولا يجوز تقديم له هذا الطعام على الاطلاق. بل حتى المعذور، حتى المعذور اذا كان تجاهره يؤدي الى الاستخفاف بهذا الشهر، وايضا الناس ما بتعرف انه هذا اللي عم ياكل هل هو معذور ام لا، اذا فرضنا انه هو معذور لكن قدام الناس عم ياكل ويشرب، طب مش حامل يافطة هو بيقول انا معذور. فكذلك اذا يؤدي الى الاستخفاف بهذا الشهر وبحرمة هذا الشهر لا يجوز له ان يفعل ذلك. يجب ان يلتفت ايضا حتى المعذور اذا هذا الامر. اخر اتصال سمعته مولانا من الاخ علي، تفضل اخ علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يتقبل اعمالكم رمضان كريم. امين ان شاء الله علينا وعليك. انه منكم. بس لما نسأل مولانا مسألة انا مش طايق فيها حيلي وانا محتار كثير بعمري صراحه. نعم. الله يحفظكم. انا سألت نزلت على بيروت ببيع شغلي حاجي وجاتني شغلي ما بعت معي تعقدت وجات اشتغلت عليها للسياره يعني السياره عرفت كيف؟ نعم. فاللي صار معي انه انا انه مثلي معقد بعدين جينا انتقلنا وانتقلنا ما وصلنا ما 20 يوم. كنا بيروت بعدين انتقلنا الى علي وبعدين من علي الى بعلبك يعني. نعم. وانا دليت الحكم تاعهم شو الحكم تاعولي بالنسبه للصيام، وانا امبارح كنت صايم اليوم على الصيام على اساس انه بس ولكن عم بعتبر حالي انه انا مش عارف حالي اذا انا بالتكليف او بغير التكليف. نعم. هو عاد ببيروت 20 يوم، يعني سافرت من جنوبك تبيع هذه السياره وعاد بسبب ذلك تاخر. ما عدنا 20 يوم، نحن عدنا كم يوم وطلعنا على علي بعدين، ومن علي عدنا كم يوم ورجعنا طلعنا على بعلبك. يعني ما وصل 10 ايام بمحل معين يعني. لا سواء لا ببعلبك. ما كان عندي بعدني كنت عم ضلي اقصر انا لانه ما عندي الاقامه. صح. اهلا وسهلا فيك حاج علي. ظهر مولانا لا في اقامه، وحتى يمكن حتى مقصد السفر يمكن مثل واحد عم يتنقل مش عارف حاله لوين ممكن يوصل بهذه البيعه، ماذا يكون حكم الصيام؟ يعني عم نفترض انه ما عندوش سفر شغلي كمان، يعني ليس صح. من لا يعمل لا يعمل في السفر. نعم. وانما سفر طارئ عليه وشو بده يبيع سياره. نعم صح. هذه الاسفار اذا ليس سفرا شغليا مش متلبس بالسفر لأجل العمل، وبنفس الوقت ما عنده إقامة بمكان معين في سفره حتى يصلي تماما ويصوم، فيفطر بطبيعة يفطر الحال في كل هذه الأماكن إلا أن يرجع إلى يعني وطنه. يعني أنا سمعته عم يقول أنا عم أصر بالصلاة.